طلع على الجهد الفيزيائي ينزل، وهنا الطرح ما بينهم هو اللي ايه؟ هو اللي ينزل. واضحه؟ سهله؟ كده الطريقتين دول ينفع نحفز بيهم اليوني بولر جوه اي سيميليشن، جوه اي ماتلاب، اي حاجه. شكل السيركوس كده انا عملته ازاي؟ لازم اخلي في سيكولايزيشن ما بين السايل دي عشان الجزء النيجاتيف في السيركوس. صح صح. بقى سهل ده ولا سهل؟ سهل. ما اعرفش الشكل. تعرف تشتغل ازاي؟ حد يعرف يعمل دي ازاي؟ سوتوس دي ازاي؟ فرضا ان عندك سوتوس جنريتور. تمام؟ فزميلكم بيسال، فزميلكم بيسال، هو مش معنى كده مش طالما السوتوس بوستر طول ما الساين بوستر ونيجاتيف طول ما الساين نيجاتيف ان لازم يبقى في سنكرونايزيشن ما بينهم؟ ابقى عارف هي امتى بوستر وامتى نيجاتيف، صح؟ هذا هنعمله ازاي؟ تبقى على نفس الكلوك ساين ويف، صح؟ خلينا في الزيرو، هتديك بلصه اون وبلصه اوف. البلصه الاون دي قد ايه؟ من زيرو صح؟ ل 100 وكام؟ 180. واوف من كام؟ من 180 ل 360 صح؟ او نيجاتيف صح؟ ممكن تبقى بوستيف بي سي سي صح؟ وناقص بي سي سي صح؟ مظبوط؟ تاخد دي وتضربها ملتبلاير في مين؟ سوتو السبت صح؟ بوست الثاني تعمل ايه؟ ده اول لما ده يحصل هيطلع لك السوتو امتى؟ مضروبه في سي سي خلال الفتره من 0 ل 180 مضروبه في ناقص في سي سي لما 100 صح؟ كل اللي محتاج ومحتاج انا مالتبلاير او ديجيتال مالتبلاير لو انت ايه عامل سيجنال ديجيتال. ده هاردوير واسمه ديجيتال مالتبلاير انالوج مالتبلاير انالوج. لو عايز ديجيتال في ديجيتال مالتبلاير ده سهل تضرب جوه الكنترولر بتاعك. أوه. تمام. لكن في اي سي اسمها انالوج مالتبلاير. في حلول ثانيه، في حلول ثانيه، انت ممكن تعمل السيجنال نفسها بوزيتيف وتجمع عليها اوف سيت وتطرح منها حاجه، يعني تجمع ده تجمع السيجنال دي على السيجنال دي. تمام. تخلي السيجنال دي اي سي. طبعا انا عملت كده. او لا تبقى اي سي وعامله كده مثلا، لما تجمع عليها الجزء البوزيتيف تطلع لفوق، لما تجمع عليها الجزء النيجاتيف تعمل ايه؟ تنزل لتحت صح؟ فبالتالي نفس السيجنال دي، نفس السيجنال دي اللي هي تعتبر زي التراينجل الاولانيه خالص، لو انا رحت جمعت عليها بوب ام هنا السوتوس دي وهنا سيجنال عامله كده، لما هجمع بوستيف على السيجنال دي يجرى ايه؟ تطلع لفوق صح؟ ولما اجمع نيجاتيف يجرى ايه؟ تنزل لتحت. اختار الليفل ده بحيث انه يبقى ماله قد المسافه دي، فيطلع هنا المسافه قد يعني دي في النص بالظبط، فيطلع هو المسافه دي وينزل هو المسافه دي صح؟ فمش لازم انا اللي مطلع صح؟ ده غالي انا اللي مطلع ماشي؟ وعندي انا شغل اربعه لما بتصل. نعم. في الاب سايكل الاولاني يعني انا شغل اربعه لما بتصل. عشان المفروض ان انا في الاب سايكل الاولاني شغل واحد اثنين بس. انا شغل واحد اثنين بس لو عايز زيرو اعمل ايه؟ عشان عايز نوكس. صح؟ زي ان انا عايز اعرف طيب المر، ما احنا شفنا الاول ان الكرنت بتاعي ماله؟ الكرنت بتاعي اي سي زي اللي شفنا في الانفنتر الاولاني صح؟ وبالتالي خلال بوست الاب سايكل اللي انت عايز تشتغل فيها واحد اثنين انت عايز تمرر طيار بوستر تروح تقدر محافظ على الطياره لازم توفر مسار، فمين المسار؟ الدايركت اللي هنا صح؟ الدايركت اللي هنا مع السويتش ده. طيب حد في حاجه مش فاهمها؟ هو انا مش المفروض ادخل الجيت ده بوستر؟ جيت الموستر جيت بوستر بقى فاهم؟ هو انا كده فين الجيت النيجاتيف دي؟ دي مش جيت ده، لا قعدت اكرر كتير الحته دي ان انا عندي موديوليشن يطلع زي ما يطلع اي سي بوزيتيف سي سي ناقص بي سي سي صح؟ لسه في درايفر يترن ده من السيجنال دي ايا كانت لمين؟ لفي جي اس مناسب للمصرف انه يترن اون بي. ففي سكه ما بين السوتوس والترانجل اللي فوق للحته اللي تحت دي، دول السيجنال بي والسي دول اوتبوتس
بعد لما ده كله حصل. يعني انا بس عشان مايز حته واحد من الشهر انت وثلاثة اربعة شهر. بالظبط كده. الكيرف الاولاني لكن اللي في النص دي الحاجه اللي في النص دي مالها؟ دي لسه ما اتكلمتش عنها اللي هي الدرايفر، ازاي ياخد السيجنال دي ويحولها لمين؟ لحاجه تفتح النص. تمام؟ دكتور وهنا السؤال لما بنكون اعلى من تريانجل تمام؟ هنا بتطلع صفر. ساين تبقى اكتر من تريانجل لا بتطلع صفر. اعلى من تريانجل. بتطلع صفر الفايبر كان بيطلع سالب بي دي سي. مش فاهم ايه التعديل اللي حصل اللي خلينا نطلع صفر ونطلع سالب بي دي سي. انا عملت كده ازاي؟ خليت لو بقى اللي ده طلع اول صح؟ باي او لو صح؟ لو دي انا رحت وديتها للسويتش 4 بدل ما كنت بديها للسويتش 3 و4 لان دي 4 بس. هناك هناك واحدة واحدة قارن ما بين السوتوس والتراينج طالع هيك من قرن اللي فوق دي طالع هيك بي سي سي ناين بي سي سي ناين بي سي سي صح؟ طيب هاي ولو صح؟ مظبوط؟ ده هاي ولو كونديشنز هنا اهو هعمل ايه في اليوني بولر هعمل ايه؟ الهاي اوديه لواحد لما تبقى هاي اترن اون واحد لما تبقى لو اترن اون مين؟ أربعة صح كده؟ يعني أنا ممكن آخد السيجنال دي هو أربعة على نفسها على افتراض إن الأوبان بيقدر يشغل المصري أربعة لو نيجاتيف حطينا نيجاتيف فولتج على المصري هيترن أون؟ طيب يبقى معنى كده أنا هو معامل السيجنال دي نوت ومودي على طول للجيت كده لما تبقى السيجنال بي سي ده يشتغل وده ما يشتغلش صح؟ صح صح بي سي سي ده يشتغل وده ما يشتغلش ولما ده يبقى زيرو ده ما يشتغلش بس الزيرو هنا يقلل ايه؟ هاي وشغل مين؟ وشغل اربعه صح؟ في الباي بولر كنت بعمل ايه؟ كان بيطلع لي هاي بلو برضه صح؟ مظبوط؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بودي دي لواحد واثنين ودي لثلاثه واربعه هنا ده بيروح لواحد واربعة بس طب اتنين وتلاتة مين اللي بيتحكم فيهم؟ هوب أم تاني بيقارن الساين ويف بمين؟ بالزيرو هاي شغل أربعة لو شغل تلاتة مين بقى؟ اتنين بقى اتنين وتلاتة اتنين وتلاتة صح كده؟ الفرق انا بطلع الاوت بتاع الكومبارسن ده اوديه لمين واعمل بيه ايه كده انا احتاجت كام اوبام هناك هو واحد بس ده هيروح لواحد اربعه ده هيروح لواحد ثلاثه خلاص يعني انا زي كسبت الحته دي انا بقيت احسن حته واحده والثانيه بفضل سايبها بحس ان انا ما عملتش طيب المره اللي فاتت عرفنا تعريفين للسيجنال بتاعتي التعريف الاولاني هو ايه؟ قعدنا نتكلم على ان السوتوس ما ينفعش تبقى يمالها اصغر في الفريكونسي من مين؟ من الساين ويف وبالتالي عرفنا الموديوليشن فريكونسي وقلنا الموديوليشن فريكونسي بيساوي ايه؟ الفريكونسي بتاعت الكارير على الفريكونسي بتاعت مين؟ بتاعت الريفرنس كارير اقصد بيها تراينجل تمام؟ والريفرنس اقصد بيها الايه؟ الساين ويف بتاعتي. وعرفنا حاجه ثانيه اسمها الموديوليشن اندكس والموديوليشن اندكس عرفناه اللي هو الفي ساين او ريفرنس هات على في كارير هات يعني البيك فاليو الهات ده اقصد بالبيك فاليو وقلنا ان ما ينفعش ان الساين ويف تبقى اكبر من السيجنال براكتيكال ينفع بس بنسمي ده ايه؟ اوفر موديليشن ده لازم يبقى اصغر من واحد لو اكبر من واحد بيتسمى اوفر موديليشن طيب عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نعمل اثبات لطيف
ايه علاقه الكلام ده بالاوتبوت اللي طالع لي؟ ماشي. والحته اللي احنا عملناها باي انتويشن كده بالاحساس والفهم ان السيجنال بتاعتي لما بحطها على بحط ساين ويف واعمل ساينوسويدال سورس موديليشن انا بيطلع لي ايه؟ انا كده بيطلع لي سيجنال بتتناسب مع الساين ويف بشكل لينير والكلام اللطيف اللي احنا ايه قلناه ده. فهعمل ايه؟ هعمل كده. ركز بقى براكتيكال بقى، وعايز تركز معايا شويه في الاثبات ده، والاثبات موجود في السلايد. عايز تكتب معايا اكتب، بس ركز معايا اهم حاجه. خلاص دي ساين ويف، انا هعمل الاثبات على الباي بولر. خلاص، وحضرتك في البيت تعمل الاثبات على اليوني بولر ولازم يطلع لك نفس النتيجه. خلاص، لازم يطلع لك نفس النتيجه، ماشي، علشان ما حدش يفكس نتيجه ثانيه. خلاص عرفت ان لازم الساين ويف تبقى الفريكونسي بتاعتها ابطا بكتير من كام؟ من ال 50 هرتز بتاعتي او الفريكونسي اللي انا عايزها. في نفس الوقت الساين بتاعتي بتتغير ببطء مع مين؟ مع السايكلز بتاعت ايه؟ مع السايكلز بتاعت الترايم. فلو انا خدت الحته دي بس وعملت زوم عليها، زوم عليها، هتبان الساين انها ايه؟ ثابته اولموست، صح؟ والكلام ده انا خدت اي نقطه في النص، ما خدتش البيك فاليو، ما خدتش الزيرو، خدت اي نقطه في النص عشان يبقى الكلام جنرال، صح؟ خدت اي نقطه في النص عشان يبقى الكلام ماله؟ جنرال. وبالتالي هعمل الكلام ده عند النقطه دي واثبت اثبات عند النقطه دي، وبالتالي الباقي يبقى زيها. واضحه كده؟ هعمل ايه؟ هعمل كده. وركز معايا بقى، الحته دي فيها دي تراينجل سيجنال بتاعتك، صح؟ وخلال الحته دي الساين ويف اولموست مالها ثابت. ليه؟ عشان التراينجل فريكونسي اعلى بكتير من مين؟ من الساين. وانا واخد سايكل واحد وعايز خلال السايكل دي بس احسب الافرج. عايز خلال السايكل دي اعمل ايه؟ احسب الافرج. فعايز احسب الافرج خلال السايكل بتاعت الترينجل. فدي السايكل بتاعت الترينجل تي كاب. تمام كده؟ ولو حسبت الافرج للحته دي عايز احسبه بشكل جنرال سيمبوليك. ليه؟ علشان اعرف اطبق القانون ده على اي تراينجل تاني جنبها. واضحه كده؟ فاللي هعمله على السايكل دي من التراينجل فاليد لاي تراينجل تاني، صح؟ او لاي سايكل تاني. السيجنال دي اسمها ايه؟ اسمها الفي كنترول. ودي الفي كنترول دي مش البيك فاليو، دي فاليو مالها اربيتري كده اخترتها. النقطه دي هي مين؟ دي الفي تراينجل ايه؟ هات دي البيك فاليو. فالافرج خلال الفتره دي بتاع الاوتبوت، فلازم ابص على الاوتبوت بيساوي ايه. فالاوتبوت خلال الفتره دي هيبقى بيساوي ايه، فلازم اشوف امتى الساين ويف اكبر وامتى الساين ويف مالها اصغر. خلال الفتره دي الساين ويف مالها اكبر، صح؟ يبقى الفي اوت بتاع الباي بولر هيساوي ايه؟ في دي سي، صح؟ فهنا الاوتبوت هيبقى في دي سي من الانفرتر. اوتبوت الانفرتر خالص هيبقى بيساوي كام؟ في دي سي. خلال الفتره دي نيجاتيف في دي سي، بعد كده هنا اهو بوزيتيف في دي سي. انا يهمني سايكل كامله، صح؟ وبالتالي هنزل هنا كده، دي سايكل تي كاب لحد هنا بس، هشيل الحته دي، هي هاي هنا، هي هاي بس ما تهمنيش. عايز احسب بقى الافرج بتاع الاوتبوت ده، بي اوت افرج خلال سايكل واحده من تراينجل تساوي كام؟ بي اوت افرج خلال الفتره دي
يساوي ايه؟ فلازم اسمي اسامي صح؟ لان هي هتساوي بي دي سي في الفترات اللي فيها الاوتبوت هاي سالب بي دي سي في الفترات اللي الاوتبوت فيها ايه؟ لو. فانا هسمي الفترات دي تي اون وتي اوف ممكن؟ فاسمي بي دي سي في تي اون سالب بي دي سي في كام؟ في تي اوف على كام؟ تي كابيتال. ضربت كل فتره في الاون تايم بتاعها، ضربت الفتره الاوف في الاوف تايم بتاعها، والسالب ده جاي نتيجه مين؟ انها سالب بي دي سي صح؟ فانا هعرف الفتره الاون اللي هي تي اون على تي كابيتال، هعرف الكلام ده على انه دي واحد، وعرف الفترة الثانية ان هي كام؟ بما ان تي كابيتال بتساوي تي اون زائد تي اوف، فيبقى تي اوف بتساوي تي ناقص تي اون، فيبقى تي اوف على تي كابيتال يساوي واحد على تي، الكلام ده يساوي كام؟ واحد ناقص دي واحد، صح كده؟ مظبوط؟ فيبقى بي اوت هيساوي كام؟ بي دي سي في دي واحد سالب بي دي سي في كام؟ في واحد ناقص دي واحد. يعني لو خدت بي دي سي كومن بقى لي كام؟ دي واحد اتنين، يبقى 2 دي 1 سالب كام؟ سالب 1 صح كده؟ وظيفتي دلوقتي احسب دي 1 يساوي كام؟ مظبوط؟ فعشان احسب دي 1 بتساوي كام؟ لازم اجيب تي 1 بتساوي كام؟ مظبوط؟ تقدر تقول لي تي 1 بتساوي ايه؟ تي واحد او اسف تي اون اسف بتساوي كام؟ فتي اون هتساوي ايه؟ فركز معايا، هسمي النقطه دي تي واحد، تبقى النقطه دي فالمسافه دي كده كام؟ وتبقى دي قد ايه؟ تي واحد برضه صح؟ عشان في سمت، والمسافه دي كام؟ تي على الاثنين مظبوط؟ فترة دي تي واحد ودي تي واحد ودي كام؟ تي على الاثنين، يبقى اقول ان تي اون بتساوي اثنين تي واحد زائد تي على الاثنين صح؟ مظبوط؟ ويبقى تي اون على تي كابيتال هتساوي اثنين تي واحد. هي تشعل اتنين جت منين؟ نعم؟ تشعل اتنين دي وعيش. أنا جامع الفترات اللي هنا اهي، تي على اتنين، تي واحد، تي واحد. على تي كابيتال زائد نص، صح؟ تي واحد أجيبها إزاي؟ أجيب التراينجل إيكويشن صح؟ فيطلع لك V triangle equation بتساوي ايه؟ السلوب M في التايم T وبدأ من زيرو فمفيش كونستنت صح؟ فيبقى بتساوي السلوب بيساوي ايه؟ V triangle hat على T على 4 صح كده؟ السلوب هو ال V على الفترة دي، والفترة دي كام؟ ربع السايكل، يبقى تي على الاربعة، يبقى ده معناه اربعة مضروبة في تي، يبقى الكلام ده هيساوي اربعة بي تراينجل هات على كام؟ على تي كابيتال في تي. عايز تعوض عن تي واحد هات تي ايكوال تي واحد، بي تراينجل بتساوي كام؟ بي كنترول صح كده؟
في ترينجل بتساوي في كنترول. يبقى معنى كده في كنترول هتساوي 4 في ترينجل هات على كام؟ على تي كابيتال في تي واحد، صح؟ اطلع اعوض عن تي واحد فوق واقوم قايل ده هيساوي تي واحد على تي كابيتال، صح؟ يديك كام؟ في كنترول، يبقى هنا في اتنين في كنترول، في كنترول على بعض على في تراينجل هات في 4 هنا، صح كده؟ زائد نص، ده يساوي كام؟ نص كمان نص في كنترول على في تراينجل هات زائد نص. عوض اضرب ده هو مين؟ دي واحد، مظبوط؟ اضرب في اتنين النص يجرب ايه؟ روح. اضرب في اتنين النص يروح، يبقى لك هنا ده يساوي بي دي سي. اضرب في اتنين النص راح، يبقى بي كنترول على بي ترينجل هات زائد كام؟ زائد واحد ناقص واحد يديك كام؟ يديله مع بعض، يبقى لك بي دي سي في البي كنترول على بي ترينجل هات، صح؟ وبالتالي اطلع القانون ده بره، يبقى بي اوت خلال اللحظه دي بيساوي في دي سي في كنترول على بي ترينجل هات. ده ثابت ولا بيتغير؟ ثابت، صح؟ ده ثابت ولا بيتغير؟ ثابت. يبقى نقدر نقول K في الـ V control. يعني ايه؟ يعني الـ average value عند اي لحظة سامبل من الـ triangle بيتناسب linear مع الكنترول اللي حضرتك حطه عند اللحظة دي، صح كده؟ يبقى العلاقة مالها؟ linear. وحضرتك in general بقى لو خليت دي V control عند اي لحظه ساين اوميجا تي، الاوتبوت بتطلع لك في اوتبوت كام؟ كي مضروب في الفاكتور ده ساين اوميجا تي، صح؟ ولو حطيت الترابيزويد ده يطلع لك ترابيزويد، صح؟ حطه زي ما انت عايز يطلع لك زي ما هو، مظبوط كده؟ طيب الاثبات ده اثبتت بيه نقطه مهمه جدا، ان العلاقه بالفعل لينير، وان اون ذا افريج on the average خلال الـ average ده الاثنين بيتناسبوا مع بعض. ده مش اثبات للهارمونكس، بمعنى هي الهارمونكس الفريكونسي بتاعتها اعلى ولا اقل من التراينجل؟ اللي اقل عملنا له average فهيروح، خلاص؟ تاني، هو انا هنا بعمل average، انا هنا بعمل افريج على مين؟ على تي كابيتال، صح؟ بتاعت مين؟ بتاعت التراينجل. اي حاجه ابطا منها ابطا منها مش هتتشاف، اي حاجه اسرع منها يبقى لها افريج. بمعنى تخيل كده معايا سيجنال عامله كده، انا هعمل افريج خلال السايكل دي، ماشي؟ هعمل افريج خلال السايكل دي. لو السيجنال بتاعتي عاملة كده فريكونسي بتاعتها مالها؟ أعلى من التايم ده، مظبوط؟ مظبوط؟ أعلى إيه؟ معنى كده إن ممكن يبقى لها افريج خلال الفترة دي؟ آه. ليه؟ لو حضرتك دول مش قد بعض، شايف؟ لو العدد ده مش إيكوال، صح؟ يبقى اذا ممكن يبقى لها، يبقى الهارمونكس هتظهر لو هي ايه؟ لو هي اعلى من التي كابيتال بس. يبقى ده معناه، وركز بقى في ده، ان اول هارمونكس هنشوفها هتبقى الفريكونسي بتاعتها اعلى من مين؟ اعلى من التراينجل بتاعك، صح؟ ليه؟ تاني، لان القانون ده قال لك ان الاوتبوت عند اي لحظه
بيساوي لو خدت الافرج الكنترول سيجنال اللي حضرتك حاططها بس في كونستانت كي. خلاص؟ بس ده عشان انا عملت افرج. وبالتالي بطريقه ثانيه اي حاجه الفريكونسي بتاعتها بطيئه قوي ابطا بكتير هت ايه؟ هيتعمل لها افرج. ودي اللي انت حاطه ابطا ده اللي انت حاطه البطيء ده اللي انت حاطه واضحه؟ هيطلع لك زي ما هو. مش عايز يطلع فيه هارمونكس ما تحطش ريفرنس فيه هارمونكس. واضحه؟ حط ريفرنس نظيف يطلع لك زي ما هو على الاوت. يا دكتور معلش الفيرست والثيرد وكده ايه؟ تاني الفي كنترول دي مين اللي حاططها؟ لو حطيتها صح هتطلع لك زي ما هي ولا لا؟ خلاص كده؟ دي مفهومه؟ في حد مش فاهم دي؟ الحته اللي انا قلتها دي في حد مش فاهمها؟ بس الفي كنترول دي نقطه من السايد يعني والنقطه اللي جنبها مال؟ ها آه واللي بعديها لازم اعمل لكم الاثبات 90 نقطة عشان تفهموه. ها؟ نعمله 90 نقطة؟ وضحت كده؟ فان جنرال في كنترول شيلها وحط أي فاليو يطلع لك الناحية التانية أي فاليو. واضحة دي؟ في حد تايه في دي؟ في حد مش فاهم دي؟ الكلام ده طلع ليه؟ عشان أنا عملت افريج. خلاص؟ عشان أنا عملت الافريج خلال السايكل دي. مظبوط؟ طيب افرض ان في فريكونسي ليها ان في ساين ويف ليها فريكونسي اعلى من السايكل اللي انت بتعمل عليها افريج. مش دي السايكل اللي انا بعمل عليها افريج؟ دي صح؟ افرض ان في سيجنال كده عامله كده وركز كده عامله كده. دي ايه دي؟ دي نويز راكبه على الساين ويف بتاعتك صح؟ حاجه كده راكبه عليك مظبوط؟ حد قال السيجنال دي هيجرى لها ايه؟ تيجي تعمل لها الافريج هتطلع لك في الاوت صح؟ يبقى اذا التاسك رقم واحد على سيادتك اوعى تضيف حاجه غلط على الكنترول بتاعك. ماشي؟ ده اللي بقوله. طب دكتور حاجه مش مفهومه؟ لو التردد بتاعها اقل بقى ليه مش هيبقى لها افريج؟ نعم؟ ليه مش هيبقى لها افريج لو ترددها اقل؟ ما قلتش مش يا جدع طلع لها افريج اهو. لا هو قصدي النويز. النويز نفسها. مين قال انها نويز؟ انت صح؟ اللي هو انا وانت اللي عرفناها النويز ليه؟ لان مش عايزينها صح؟ مظبوط؟ فالسيجنال اللي انت مش عايزها ما تحطهاش على الكنترول بتاعك. وتيك كير لان الفريكونسي دي او الطريقه دي فاليد عشان احنا بنعمل الايه؟ افريج بس. بمعنى تاني لو حضرتك الفريكونسي بتاعت سيادتك اعلى خلينا نمشيها واحدة واحدة علشان شكل دماغكم قفلت. أنا عايز التراينج دي ليه؟ عشان أقارن صح؟ مش لازم ساعتها لما نيجي نقارن التراينج دي تعرف تقول لي إن السنة دي تتغير ولا لأ؟ صح؟ فلما الساين تكبر هي تغير الأوتبوت بتاعها، ولما الساين تصغر هي تصغر الأوتبوت بتاعها، صح؟ ده اللي إحنا عايزينه. الساين ويف اللي انا حطيتها دي اللي انا جامعها على الساين الصغيره بتتغير؟ صح؟ هل في اوت خلال الفتره دي طلع يتناسب مع تغييرات الساين دي؟ حلو. واضحه لحد هنا؟ لا. دي زادت صح؟ الاوت هنا ماشي بس ما هو كده كده ده اعلى من الرنج فكده كده مطلع هو بلاش اها عشان انا جامع عليها فاليو اهي بقت كده خلال الفترة دي مش دي عملت فالي؟ دي شايفاها؟ مش شايفاها صح؟ يبقى بالتالي هتطلع لك اوت يتناسب معاها؟ مظبوط كده؟ يبقى معنى كده لو حاجة هاي فريكونسي هاي فريكونسي اعلى من الترانجل مش هنعرف نعمل لها حاجة هتعدي واضحة؟ هتعدي مش هنتأثر بيها ليه؟ لأن الترانجل مش شايفة إنها بتفالي مش شايفه انها بتبقى عشان تشوف انها بتتغير لازم تبقى لور فريكونسي. واضحه كده؟ في حد مش فاهم الجمله دي؟ تاني دي فريكونسي عاليه صح؟ الترايل شافتها؟ مفيش اي حاجه هي عماله تبالي بسرعه، الاصل فيها لو انا عايز اشوفها لما السيجنال تبالي كده
الاقي هاي ولو زيها مظبوط. فلو انا اشطر شويه اشوف هاي ولو كتير صح، واقول ده هنا بتبالي بسرعة ببطء هنا اكتر هنا اكتر هنا اكتر فالبالس ويتس ستكتر صح كده. سيجنال بالمنظر اللي قدامك ده، هل التريانجل حاسه باي فاريشن بتحصل فيها؟ يبقى معنى كده التريانجل مش بتسنس اي حاجه ليها هاير فريكونسي. واضحه الجمله دي؟ هي كده الكمبيوتر هيطلع على طول مثلا بس كده، يبقى كانه بيقول لها عدي زي ما انت خلاص. يبقى هو السيجنال دي لو موجوده هو مش هيشوفها، دي لو موجوده في الكنترول هو مش هيشوفها، وبالتالي لو هو السيجنال دي جت في الكنترول هو مش هيتاثر بيها خلاص. وبالتالي اي حاجه في السيجنال او في الدايره او في الارض او في اي حاجه ليها الفريكوانسي العاليه دي، هل في الانفرتر هيشوفها ولا هيعديها ولا كانه يعرف دي ايه؟ هيعديها ولا كانه يعرف دي ايه؟ صح؟ هو بالنسبه له مش شايف اي حاجه من دي صح؟ مش بيرسبونس اصلا، ولو حصل انه بيرسبونس فيرسبونس في حته واحده بس دي او دي. فيري لاكي لما الرينج ده يقل عنها. واضحه؟ لكن دكتور في معادلة هو بيطلع نيجاتيف، في معادلة ذلك هو بيطلع في دي سي او شايفها زيرو اصلا. هو شايفها زيرو خلال كل ده، هو شايف ايه؟ زيرو، فشايف التريانجل اكتر منها، وهنا هو شايفها ايه؟ شايف ان هو اقل منها، فبيقول لها هاي او نو بس. واضحه؟ هو مش الهرمونكس دي هتأثر على الـ كنترول جمال ميتيود؟ طب ما يبقى برضه هتأثر على التريانجل يعني مثلا. اعتبر نفسك عملت فورير وبتحط دي على التريانجل وتحط دي على التريانجل وتحط دي على التريانجل وتشوف الاوتبوت من دي والاوتبوت من دي والاوتبوت من دي وتطلعه على الانفرتر كده. واضحه؟ اعتبر نفسك عملت فورير طلع لك سيجنال هاي فريكونسي ولو فريكونسي، حطيت دي على التريانجل طلعت حاجه؟ لا. حطيت دي على التريانجل طلعت؟ يبقى هو شاف الفاندمنتال وما شافش الباقيين صح؟ فهمت اقصد ايه؟ بمعنى لما اجت مجموعه فوق وعماله تبالي صح؟ هو طلع هاي امتى؟ هنا هو برضه صح؟ لما هي ما اتجمعتش صح؟ ماشي، حتة الهاي بقى اللي هو هتقل قد ايه؟ سيجا صغيرة صح؟ هي السيجا دي اللي مزعلاك صح؟ لا لو بقى مثلا هرمونيك دي صغيرة قوي، هرمونيك كل يوم هتزيد المجموعة طب صح؟ فهمت اقصد ايه؟ الفريكونسي بتاعتها اهم. لو النويز بتاعتها لو الامبليتيود بتاعها كبر قوي كبر قوي لدرجه انه يعدي دي ويقطعها ويعديها ويقطعها بالمنظر ده، يبقى معنى كده ان اساسا دي قد السيجنال اللي انت عايزها. ومين اللي دخلها هنا؟ انت. مش نويز يعني.